مرحبا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم رمضانيين فطروا مع ولاد شعب. اليوم طاقم شوف تيفي كيتواجد منطقه بورغون باش نفطروا مع مصطفى وعبد الاله اللي حتمت عليهم الظروف على انهم يفطروا في الشارع. بقوا معنا باش نكتشفوا جميع التفاصيل. المغرب أدنات قلنا إلا نقص من المحلوسية من ياك. مرحبا بكم. من بعد محل النصية من عبد الإله قدم نفسك للمشاهد. السلام عليكم بعد هي الأولى كاملين. تحية نضالية من واحد الشاب ود الهجاجمة الجامي فري. الحمد لله. شنو بغيتي تعرف شنو المهنة ديالك؟ شنو اللي خلاك أنا كتفطر في الشارع؟ المهنة ديالي ميكانيسيان. المهنة ديالي ميكانيسيان 16 عام. أما دابا حاليا راكي تشوف الحال. الحمد لله باهي. شنو بيع وشري؟ كوميرس. قاعد داكشي اللي تتباعو تشري انا معاه. وحاليا دابا شنو كدير واحد الكروسه ديال جديد؟ الكروسه ديال لورونج ليمون دلا بطيخ سويله هادشي اللي غادي. هادشي اللي كيخليك انا كتفطر في الشارع؟ لحقاش ما كاينش هنا العساس في هاد البولفار ما كاينش العساس ولكن العساس غنمشي للدار. بحال مفوجين مخيم الفاكونس ديالنا هذا حنا ولاد الشعب فهمتي كيفاش؟ هو كاين شي حاجه ولكن الحمد لله حنا نقولوا بحال هكا الحمد لله وصافي. مصطفى شنو اللي خلاك شنو هي ظروفك اللي خلاتك انا كتفطر في الشارع؟ واش مولف واش اول مره؟ ماشي دابا المشكله هي ديال البيع والشراء. البيع والشراء ولخينا نفطروا هنا. ما حنا عادي نمشيو لديورنا عادي بحالنا بحال الناس. بحال اي أيوة الناس. وانا الظروف اللي جاب ديال البيع والشراء ضروري خصك قبل سلعتك. انت ما قبلتيهاش راك عارف. الدور ها الله يرحم الراحمين كلشي مشى. اللهم صل داكشي اللي خلى الظروف هي اللي حكمت عنا وك. ورا ديما ما دارنا راه فرم بحال هكا الايامات الاولى ديال رمضان هي فاش نفطروا هنا اما الايامات الاخرى ديما ما دارنا حنا. لا بالنسبه لرمضان يعني في رمضان قولي ثاني رمضان وانت رمضان تنفطروا بحال هكا اما الايامات الاخرى كما 33 عام في عمري كلها ما دارنا ما والدينا وما وان الظروف حكمات اختي ما كرهناش حتى واحد ما كره. شنو الفرق بين رمضان مع عائلتك ورمضان هنايا في الشارع؟ تكرا راه عائله هذه ما كاينش شي واحد تيكره بحال هكاك وانا جبت الظروف اختي هادشي اللي عطا الله ما كرهناش. ما راه دارنا هي الاولى هنا واحد احبابك ووالديك وخوتك راه ماشي تبقى في الزنقه. عبد الاله شنو هي المشاكل اللي كتواجهها ان طونك كتخدم كخدام؟ شنو هي المشاكل اللي كتواجهها؟ اش نقول لك اختي اش نطلب من الله حتى شي مشكل من نواجهه ولكن كاين المشاكل بزاف كاينين المشاكل كاينين بزاف المشاكل خاص الانسان هو يعرف يسير الامر ديالو كيفاش يسلك هاد المشاكل. اما ما كاين المشاكل حتى في الزنقه الزنقه تسنطي دابا حنايا في الزنقه تنطلبوا من الله. اللهم اني لا اسالك رد القضاء بل اسالك اللطف. تنطلبوا من الله السلامه ويبعدنا من البشر ما كاينين بزاف كاع في الزنقه ما بروتيجي من والو. اي حاجه متعرض لها. اول حاجه حنا ندوي على هادشي ديال الله طبيعي داكشي ديال الله البرد الشتاء الشمس فينا ياك كاين اللي يجي عندك يقول لك عطيني تعطيه دير فيه الثقه ما يجيبش ليك. كاين اللي يجي بغي يديها لك تخرج العينين. كاين اللي يجي لك البلاصه فين انت خدام يقول لك لا هذه بلاصتي تبعد من هادو يبعدوا منك وتقول راني وليت ترونكيل. يجيو صحاب مقاطعة يديو لك يحيدوا لك صحاب الجماعه تمشي تجيب السلعه من المارشي هذاك لا تقدم لعندهم يقدروا ما يديروش معك الحساب هو هذاك. التحق بينا السي محمد. سي محمد دوي لنا على شنو هي الظروف اللي خلاتك انا كتفطر في الشارع؟ واش هذه اول مره ولا لا؟ والاغلبيه ديال الحباب والاصدقاء كيفطروا في الهواء الطلق منا كتلقى راحتك في الجلسه في الضحكه في النكته في بزاف الحوايج وما كاين ما احسن من هذا الهواء الطلق. راه شوفي منك للسما ما كاين لا خزانه لا والو ما كاين الله اللي كيشوفك والحباب كيدوزوا في جنابك. والله يدوز هذا الشهر ديال رمضان بالصحه والسلامه على جميع المسلمين ان شاء الله الرحمن الرحيم.
و دوي لنا سي محمد شنو هي الخدمه ديالك؟ باش كتشتغل؟ الخدمه ديالي انا كنت سائق، دابا حاليا انا خدام في النظافه في شركه ديال سيطا. كنخدموا نص نهار ديال الصباح من 7 ل 2 8 السوايع، وكيبقى لك نص نهار ديال العشيه الفراغ. والفراغ هو بحال دابا كاين بعض المرات عندي المدام ديالي حتى انا خدامه، الوقت اللي كتكون هي خدامه ما عندها استعداد باش وجدنا الفطور انا وياها والبنيه، كنلغي انا داك الفطور ديال الدار وكنخرج بحال هكا كيف كتشوفي كنريحوا مع الحباب والاصدقاء، كنجمعوا معاهم كنفطروا معاهم كيدوز داك النهار بخير وعلى خير. وكنتمنوا من عند الله، حنا شهر ديال رمضان ما كنخدموش بصراحه، حنا شهر ديال رمضان ديال العباده وديال المغفره وديال التوبه وديال الانسان يكون ناصح مع نفسه ومع خو المسلم ويكون قلبه كبير. وهذا الشهر ديز هذا الشهر هذا راه هو شهر الغفران كيف كيقول الله سبحانه وتعالى، وشهر اللي نزل فيه القران، والله يسمح لنا ويسمح جميع الامه ديال سيدنا محمد، والله يدخل عنا هذا الشهر والله يكمل بالصحه والسلامه على جميع المسلمين كافه اجمعين. سي محمد عندنا واحد السؤال اخر، يعني شنو هما المشاكل اللي كيواجهوك في الخدمه ديالك كعامل نظافه؟ واختي على حسب الانسان كيكون بلي، يعني الانسان كيكون كيكمي كيكون كيكمي، يعني نقدر نقول لك كيكمي باكيه ديال الكارو في النهار، ملي كيجي داك لو ستريس ديال الخدمه كان كيف كنقولوا حنا بيضه وكيتقطع، ولما كتعجبوش الهضره ولا ما كيعجبوش النمط ديال داك اللي كيكون مشغل ولا شي حاجه كيقدر يوقع لك قلق غضب بزاف الحوايج، انت كتبغي تتفادى كتمنى كاع ما تخدمش داك الشهر، انت داك الشهر كتعطيه الشهر ديال العباده والصيام وصله الرحم وصله القرابه وعندك الازر، كاع بشحال غادي تخدم هذا الشهر 3000 4000 5000 ما غاديش تحطوه في كفه وما غاديش تحطه وغتحط في الكفه الاخرى، يعني هذا الشهر هذا كيفاش دوزتي صيامه وعباده وصله الرحم وصله القرابه والناس اللي ما عندهمش كطلع عليهم، وهذه راه عندك واحد الاجر كبير عند الله، احسن ما تخدمش انت سنه كامله كيف كيقول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان صمتيه راه كانك صمتي، راه يعني الناس ديال الدين راه قالوها شهر ديال رمضان راه لاسورانس ديال العام ديال الانسان كله، حنا 11 شهر كنبقاو عاطينها الكبات ما كنصليو ما والو، ملي كيجي شهر رمضان كنتقربوا لله بالهليط الرهنا، يعني حتى ما بغيناش حنا كنشوفوا حبابنا وخوتنا كيندمجوا كيمشيو للمساجد كيديروا صله الرحيم صله القرابه مع الخوت مع الناس اللي مخاصمينهم مع الناس اللي مفارقين معاهم، وكتحل القلوب الانسان كيولي قلبه كبير بلا ما بلا ما بلا ما بلا ما يشعر بلا حتى شي حاجه، داك الشيء سخره الهيه سخره الهيه. نختموا معك السي مصطفى، دوي لنا على السلعه اللي كتبيع وايضا شحال الثمن ديالها، شحال كتبيع انت يا نبيع السوره بتاع الثمن ديالها ما تتراوح ما بين 3 درهم ل 4 درهم الكيلو. تكون ماشي الحركه انا في رمضان شويه على حساب على حساب اختي، هذا العام مازال شويه ناقص البيع والشراء. البيع والشراء ناقص هذا العام شويه. المشاكل اللي كتواجهك هنايا كبائع الخضر والفواكه، واش انت هذه المهنه هذه طيله العام ولا؟ هذه المهنه اختي اللي عندنا حنا دابا فهمتيني، المهنه عندنا هي البيع والشراء. هي اللي تنديرو حنا. من غيرها ما كاين والو. ما عندنا لا حرفه لا والو، البيع والشراء حرفتنا. مولف. هي اللي هي من نهار صافي من خرجنا من الدراسه صافي تلاحينا البيع والشراء. الله يجعل شي بركه ما ديما تاكل هذاك هو الربع، راه شي حاجه باش ديري شي حاجه راه ما كاين والو، بحال خدام على النار تصوري ما تاكل يوم ديال داركم، الله يجعل شي بركه. شكرا. عبد الاله شنو هي الكلمه الاخيره تبغي توجهها للناس عفوا في مناسبه شهر رمضان؟ الكلمه الاخيره بغيت من المغاربه كاملين اش نقول لك؟ هو شهر مبروك هذيك راه ضروري، ولكن بغيت نقول لكم واحد الحاجه، شتي دابا كاملين انتم اللي تجمعتوا وقلتوا واحد غادا مسكين ما عندوش غادي نديروا معاه مزيان، واخا ادنى من الواحد غادي حتى يطلع ونديروا مع واحد اخر، كامل المغاربه يوليو يقلبوا على دوك اللي ما عندهمش ويتضامنوا كاملين ويتساعدوا مع واحد بواحد بواحد، ما غيبقى لا فقر لا والو. ومبروك عشركم والله يعاونكم. بارك الله عليك سيدنا، والله ينصر محمد السادس والله يطولنا في عمره والله يدخل عليه هذا الشهر بالصحه والسلامه عليه وعلى جميع الاخوه المسلمين ان شاء الله الرحمن الرحيم. تبارك الله عليكم. حنا بدورنا مشاهدينا كنضربوا لكم موعد في حلقه جديده بحول الله، الى اللقاء.